قاسم مزرعاني بي بي سي. أناقشه في مدينة سان بيترسبرغ الروسية الدكتور مسلم شعيتو مدير مركز الحوار الروسي العربي. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور، وأرحب بالدكتور حسن النايمة من واشنطن الأستاذ في معهد الشرق الأوسط في العاصمة الأمريكية. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور حسن. سؤالي الأول للدكتور مسلم شعيتو. دكتور مسلم، مباشرة زيلانسكي ليس ساكاشفيلي وبايدن ليس ترامب، على ما تعول روسيا لما تقف على مسافتها 155 ميل على الحدود مع أوكرانيا؟ بالتأكيد سيرى ذلك على أنه عمل استفزازي أو على الأقل مقلق. يعني هنا لابد أن نكون أكثر واقعيين، وشيء مضحك تماما أن روسيا تتحرك ضمن حدودها، وهذا الانزعاج الأوكراني والذي تدفع به القيادة الأمريكية وخاصة وزير الخارجية بلينكون، يعني على آلاف الكيلومترات الوحدات الأمريكية تتواجد في البحر الأسود، وهذا طبيعي. إنما تتحرك روسيا على حدودها وفي ضمن أراضيها، يعتبر هذا عمل استفزازي. إذن بالتالي نعتقد أن هذا يعني استفزاز سياسي ليس أكثر، لأن التحرك الروسي كان تحرك روتيني يقوم كل سنة القوات الروسية بمناورات داخل أراضيها كما العادة. لكن أيضا هناك تصريحات روسية واضحة تماما، إذا ما اعتدت القوات الأوكرانية المدعومة والمحرضة من قبل الولايات المتحدة تحديدا، حاليا تركيا تدخلت، إذا ما اعتدت على دونباس ولوغانس سيكون هناك الرد واضح تماما، وكما قال الرئيس بوتين ستنتهي أوكرانيا. دكتور حسن، صحيح أنا قلت أن زيلانسكي ليس ساكاشفيلي، بس زيلانسكي ينظر إليه ربما في الداخل الروسي على الأقل من جانب بعض المعلقين على أنه إجراءاته ضد المصالح الروسية في أوكرانيا شديدة، يعني شديدة من دون داعي. ولما تعلن CNN أن الولايات المتحدة تدرس إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود لإظهار الدعم، كمان يرى ذلك أنه خطوة استفزازية ليس لها مبرر من جانب روسي. استفزازية ولكن في ربما ولكن في مقابل خطوات استفزازية من الجهة الأخرى. علينا هنا أن نتذكر بأنه لم يحدث أن ضمت هذه السفن الاستفزازية الأمريكية شبه جزيرة من أوكرانيا إلى روسيا في مرحلة سابقة. إذا الخشية هنا أن يتكرر ما جرى في السابق، أي الحديث الروسي عن حماية لمن هم خارج الأراضي الروسية هو سابقة للاستجابة لدعوة بين مزدوجين من هذه الأطراف في حال اشتدت المعركة إلى التدخل الروسي وإلى ضم الأراضي. إذا الموقف الأمريكي هو موقف دفاعي، موقف تأييد للسيادة الأوكرانية، وليس استفزازيا بمعنى أنه يسعى إلى تصعيد المسألة. التصعيد حاصل روسيا وردة الفعل أمريكية، هذه هي الرؤية الأمريكية طبعا. الرؤية الروسية معاكسة، وبالتالي فإنه ما يتفق عليه الجانبان هو أن الثقة معدومة بينهما، وبالتالي لابد من حوار هادئ بدلا من الخطوات التصعيدية. دكتور مسلم، إلى أي مدى دقة القول أنه الخطوة بالأساس موجهة للداخل الروسي هي رسالة إيجابية مع تراجع، أو كما يرى في الغرب، تراجع شعبية الرئيس فلاديمير بوتين خصوصا مع أزمة كورونا، بعد أزمة المظاهرات، بعد اعتقال المعارض أليكسي نافالني وغيرها، سواء هم يعني وجهة نظرهم صحيحة من عدمه، بس على الأقل يرى أنه هذه الخطوة بالأساس موجهة للرأي العام الروسي داخليا. يا عزيزتي، هناك مسألتان فيهم مغالطات كثيرة، قد يكون الإعلام ساهم بهذه المغالطات أمام الرأي العام الأوروبي. نحن نعرف أن الكورونا أقل ما تأثر به هي روسيا، ونسبة الوفيات في روسيا أقل نسبة في العالم، بالإضافة إلى أن روسيا حاليا تنتج اللقاح الرابع، وكل الشعب الروسي يتعامل مع ذلك بمصداقية انطلاقا من النظام الصحي الروسي، هو الذي هو نتيجة أو وريث النظام الصحي السوفيتي. إذا مسألة الكورونا مسألة لا تدخل في النقاش حكما. أيضا نافالني، وهنا يجب أن نتوقف، كل ما قامت به يعني المجموعات المرتبطة بنافالني والمسيرة من الغرب لم تستطع حشد ما يقارب يعني مئات الأشخاص، لا في سانكت بطرسبرغ ولا في موسكو المدن الكبيرة، وانتهت هذه المظاهرات نتيجة لفشلها. إذا ليس هناك ما يشير إلى أن هذا موجه إلى الداخل. شعبية الرئيس بوتين تنمو بشكل دائم، وهي مدعومة شعبيا، خاصة أن الإنجازات التي حققها على الصعيد الداخلي بعدما يعني استنفذوا كل وسائل الحصار الاقتصادي، والتي دفعت الاقتصاد الروسي المنتج لأن يعود ويلعب دورا مهما في السلع الداخلية. إذا المسألة محض مسألة استفزاز من قبل أوكرانيا، وليس من أوكرانيا، من الأطراف
المتشددة التي ترفع الشعارات النازية والفاشية والمدعومة من قبل الولايات المتحدة والغرب من أجل دائما الاستفزاز على الحدود الروسية وإلهاء روسيا عن قضايا الداخلية أيضا. دكتور حسن، من وجهة نظر الدكتور مسلم، الولايات المتحدة ودول الغرب تسير المظاهرات داخل روسيا وتسعى لحشد وتجييش الإعلام الغربي الأوروبي وتوجهه، ما رأي حضرتك؟ بالطبع لا، ولكن على أي حال مسألة القمع المستمر في روسيا ومنع المعارضين حتى السلميين بشكل عام من التظاهر هي مسألة متحققة قائمة، ولكن أكثر من ذلك نحن نتحدث هنا عن استهداف بالسموم للأشخاص المعارضين. ليست مسألة إعلامية بقدر ما هي إننا أمام حالة جديدة في روسيا، ليست فريدة من نوعها لأنها حاصلة كذلك في دول أخرى، وهي بأن الرؤساء يصبحون حكام دائمين، وبالتالي هنا نحن أمام شخصية تريد أن هو بموقع القيصر أكثر مما هو بموقع الرئيس. على أي حال التصرف داخليا، المسألة الداخلية على أهميتها ليست على أهمية زعزعة الاستقرار العالمي من خلال التهديد الذي يحصل في أوكرانيا. أوكرانيا في نهاية المطاف هو الذي دفعها، أي أن بوتين وروسيا هي التي دفعت أوكرانيا إلى حضن حلف شمال الأطلسي. طبعا هناك كانت أصوات دائمة تريد ذلك وتريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن ما شجع وما دفع بهذا الاتجاه هو تحديدا التهديد الدائم وهذه لكن الرؤية أليست هذه التي ذريعة غربية أمريكية دكتور حسن؟ لأنه هذا النادي لدول شرق ووسط أوروبا ومسألة حلف شمال الأطلسي هي مسألة مثارة منذ أكثر من 15 عاما، بدأت بمنظومة الدفاع الصاروخية ومحاولة نيتو لضم كثير من هذه الدول وانخراط كثير من القطاعات السياسية اقترابا من الغرب، وبالتالي لماذا يلقى باللائمة على روسيا وهو مشروع غربي بامتياز، مشروع استراتيجي غربي؟ ليس هو مشروع غربي بقدر ما هو أن هذه الدول التي خرجت من قبضة الاتحاد السوفيتي والذي كان صاحب مركزية وصاحب تسلط عليها تريد إيجاد السبل إلى موازنة هذا التسلط، وبالتالي فإنها أمام مسعى دائم سواء السعي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو إلى الانضمام إلى حلف شمالي الأطلسي، ولكنها لم تستوفي جميع هذه الدول لم تستوفي الشروط المطلوبة، ولكن تعديل هذه الشروط او النظر نظره مختلفه الى هذه الشروط وتحديدا نتيجه التحدي الذي يشكله لها بالدرجه الاولى السعي الروسي الى فرض السيطره على الجوار القريب. دكتور مسلم لديه اكثر من نقطه يرد عليها، تفضل يا دكتور. نعم، اولا بالنسبه للقمع اصبح واضحا تماما من هي الدول التي تقمع، واليوم في الولايات المتحده تم يعني قتل احد الحصود، وهي تتكرر دائما حركات اطلاق النار واعتراض على المواطنين. في باريس عشرات السيارات تحرق كل فتره، وايضا يستعمل البوليس الفرنسي كل انواع الاسلحه التي ضد المتظاهرين من قنابل مسيله للدموع الى الرصاص المطاطي، كل ذلك لم يستعمل في روسيا اثناء التحركات التي قام بها نافالني. العكس تماما، كانت القوات الأمن الروسية توزع الكمامات من أجل الحفاظ على صحة المتظاهرين، وأيضا في أثناء البرد كانت توزع عليهم الشاي. إذا هذه المسألة بس يا دكتور مسلم، هل وقوع هذه تماما الأمور وحتى اتهام الدول الغربية بأنها مزدوجة المعايير ينفي أن المعارضة في روسيا نفسها تتحدث عن قمعها بشكل منهجي من جانب السلطات؟ ليس صحيحا. نحن عشنا في وأنا أعيش في موسكو في مدينة سانت بطرسبورغ، وزرت كل المناطق، لم يكن هناك اعتداء على المتظاهرين، عكس تماما كان هناك مجموعات منظمة من المتظاهرين مدربة بشكل واضح تشبه تصرفات فيما بينها إن كانت في موسكو أو في مدن أخرى وفي سان بطرسبورغ، وهذا يدل على أنها مجهزة سابقا. بالنسبة للديمقراطية، وميركل ما زالت في السلطة منذ 16 عام، هذا ديمقراطي، وبوتين 16 عاما، هذا ليس ديمقراطيا. يعني يجب أن نكون أكثر واقعيين بس بتعبير. هذه ردود تفند أقاويل الطرف الآخر لا ترد عن روسيا أن هذه الأمور لا تقع يا دكتور مسلم. لا، في روسيا لم يقع أي حادث يخل بالأمن من قبل طيب الشرطة لو أثناء حضرتك ترى الظهر. أنه بقاء فرد في السلطة لفترة طويلة ليس ديمقراطيا، بماذا تفسر بقاء الرئيس فلاديمير بوتين كل هذا الوقت ما بين رئيس ونائب رئيس في المنصبين بالمراوحة؟ لم نقل أن في ألمانيا أنه غير ديمقراطي، فلماذا سيكون في روسيا غير ديمقراطي؟ عندما الشعب يختار رئيسه بشكل انتخابات كما تدعي أوروبا وترغب بالديمقراطية التي لا يعرفها على ما يبدو
الكثير من الدول الغربية التي تدعي أنها ديمقراطية وانتقلت، وهنا يجب أن نقول الناتو انتقل مخالفا لكل الاتفاقات التي وقعت مع، أو ليس وقعت والتي اتفق بها مع غورباتشوف، أن لا تتمدد قوات الناتو إلى الدول الشرقية، وصلت إلى دول الاتحاد السوفيتي السابق في دول البلطيق، وحاليا هي التي تقف وراء المنظمات الإرهابية التي ترفع شعارات النازية والفاشية في أوكرانيا. إذا هذه طيب الديمقراطية الغربية التي تتخوف منها روسيا ولا ترغب بها. أيضا عندما نتحدث عن الأسلحة الكيماوية، جون كولين باول استعمل أنبوبا فيه نوع من الطحين وقال طيب أنه أسلحة أنا دموية. فهمت استرسال حضرتك في إظهار الطرف الآخر أو في التدليل على أنه الطرف الآخر لديه ازدواجية في المعايير، بس أريد أن أطرح سؤال على الدكتور حسن له علاقة. ما هو الخط يا دكتور الذي عنده واشنطن تعتبر أنه ينبغي أن تتدخل بشكل مباشر؟ يعني ما أوجه الشبه بصراحة بين تجربة أوكرانيا 2015 واليوم وبين تجارب أخرى، أوسيتيا وجورجيا وشبه جزيرة القرم وغيره؟ لا أعتقد بأن الإدارة الأمريكية، لا الحالية ولا السابقة ولا أي إدارة أمريكية ولا المزاج الشعبي الأمريكي، بوارد خوض مواجهة عسكرية مع روسيا. إذا هذه الخطوات هي خطوات طمأنة للجانب الأوكراني أكثر مما هي خطوات تحدي للجانب الروسي. في حال وصلت الأزمة إلى حد احتمال حدوث مواجهة، نستطيع أن نتوقع خطوات دبلوماسية شديدة قصوى، أي التوجه مباشرة إلى موسكو ودعوة موسكو إلى واشنطن إلى ما هنالك لتجنب الصدام. لسنا في أجواء حرب باردة بين موسكو وواشنطن، وواشنطن بالتأكيد لا تريد ذلك، ولكن هناك خطوات يبدو بأن الجانب الروسي يتخذها لشؤون موضوعية. أي المواجهة ليست في أوكرانيا، ليست رغم كلام الزميل من سان بيترسبورغ، لا المواجهة ليست مع الغرب، طيب المواجهة بقيت هي مع. لدي 30 ثانية دكتور مسلم، تحب تعلق؟ نعم، أن روسيا لن تسعى إلى المواجهة لأن أوكرانيا هي شعب روسي سابقا ونفس التقاليد والعديد والقيم. كل ما تسعى إليه روسيا هي تخفيف التوتر في تلك المنطقة ولجم الدفاع الأوكرانية المدعومة من الدول الغربية. شكرا جزيلا لضيفي دكتور مسلم شعيتو مدير مركز الحوار الروسي العربي، أشكر حضرتك شكرا جزيلا، منضم إلينا من بيترسبيرغ سانت بيترسبيرغ، ومن واشنطن الدكتور حسن نيمنة الأستاذ في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، شكرا جزيلا لكما. ولحضراتكم طبعا على طيب المتابعة، ألقاكم غدا وبعد غد في 6 بتوقيت جرينتش في إصدارتين في العالم هذا المساء.